أتعهد بتكوين مؤسسة للرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين على أن تشمل كافة القوى الوطنية ومن مرشح الرئاسة الوطنيين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفي والإخوة الأقباط لنرسخ معاً معنى المؤسسة الرئاسية، وليس الرئيس الذي يفعل كل شيء وحينئذ لا يفعل شيئاً. أتعهد بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يختار رئيسها يتم اختيار رئيسها على أساس الكفاءة وبالتوافق مع البرلمان، ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية.